علشان كده اعتقد ان في عدد كبير قوي من المهتمين بالشأن العام في مصر والمتابعين من حضراتكم، مقصودش المتخصصين، بيتوقعوا ان ملف التعليم هيحظى باهتمام كبير جدا في الاربع سنين القادمة، وان الكل بيعقد يعني امال واسعة على الطريقة اللي هيتم بيها التعامل مع هذا الملف، لان كان في اكتر من محاولة لإلقاء الضوء عليه او فتحه او تناوله، وكان الاهم من ده كله ان في اعتراف بان التعليم بحاجة لمراجعة ملهاش علاقة بجزئية معينة، يعني مش المناهج، مش طريقة التدريس، الملف كله على مجمله. علشان كده في بين السطور الاهتمام كان انه فجأة عينين قطاع كبير جدا بتتفتح على ان الدرجة العالية من التنويع اللي بيحظى بيه التعليم في مصر ما بين مدارس دولية ومدارس أجنبية بيخلي في عندنا لخبطة غير عادية في شعور الأطفال والطلبة بالهوية، في لخبطة حاصلة، واللخبطة دي بتخلي عدد كبير جدا من الملاحظات بيتم رصدها تباعا من سلوكيات وطريقة تعبير، لدرجة ان الحقيقة السؤال الحقيقي هو ليه كل الأهالي مقبلين بشكل شغوف جدا انهم يضغطوا انفسهم مقابل تعليم ولادهم في المدارس الأجنبية او في المدارس الدولية، وفي نهاية الامر بيكون النتاج لهذا النوع من التعليم ليس له علاقة بالثقافة او بالتقاليد او بالعادات، يعني في درجة عالية جدا من التشويش على كل ما له علاقة بالهوية المصرية. فالمسألة هنا مقلقة، ولو كنا معنيين بالفعل بالنظر لملف التعليم بشكل حقيقي وعنينا على هذا القطاع الشاب من مكوننا السكاني في الدولة المصرية، يبقى المسألة محتاجة مننا جهد أكبر من كده في الإشارة لعدد مهم من هذه الأشياء. علشان كده عايزة أقول لحضراتكم إن يعني قدامي دراسة أعتقد إنها دراسة مهمة جدا، ممكن تساعدنا كمان وتساعد كل اللي بيسمعونا في الصياغة اللي احنا بنقولها، علشان ما يبقاش في ردود فعل متسرعة، مين قال التعليم الأجنبي أحسن تعليم، مين قال إن الناشونال أحسن، الانترناشونال أحسن، المدارس القومية أفضل، التجريبي أحسن. خلوني أقول لحضراتكم المعلومة اللي معايا اللي طالعة نتاج لبحث نشره روبرت ساتلوف، وده مدير قسم السياسة والتخطيط في معهد واشنطن. المعهد ده هو معهد لدراسة سياسات الشرق الأدنى، وقال فيها جملة تخصني وتخص حضراتكم، بيتكلم فيها ان المدارس الأمريكية بتعتمد على الطريقة الغربية في الثقافة في العادات، وبالتالي في كل المراحل اللي الطالب فيها بيدرس في مدارس أمريكاني هو بيتعرض لنمط الحياة الأمريكية وبيحصل له درجة عالية من التغريب بعيد عن الثقافة اللي هو طالع منها. علشان كده بيقول فريق من الخبراء ان خطورة هذا النوع من التعليم الأجنبي ما بين ثقافات وهويات مختلفة بتكمن في ان كل منهج من مناهج المدارس الأجنبية داخل الدولة المصرية وفي اي دولة اخرى هو منهج بيرتبط ب يعني الهوية اللي بتنتمي لها هذه المدرسة، يعني الطلبة اللي بيدرسوا على النموذج الأمريكي فبيروحوا للثقافة الأمريكية، اللي بيدرس على النموذج البريطاني بيروح للنموذج البريطاني، واللي بيدرس على النموذج الفرنسي كمان نفس الشيء، وده معناه إن أبناء البلد الواحد عبارة عن طوائف فكرية وثقافية، لأن لكل فئة من الطلاب تصطبغ بصبغة خاصة تتبع المدرسة التي يدرسون فيها ومناهجها وطرق التدريس فيها. وده نفسه اللي مصر كلها واجهته واحنا بنقدم مشروعنا وحلمنا بالتغيير من 25 يناير، وبالتالي لقينا فجأة ولادنا من مراحل عمرية شابة، يعني من بداية الشباب من الهاي سكول من أولى ثانوي، ما يعرفوش ألوان العلم المصري، ما يعرفوش اللون الأحمر فوق ولا تحت،
لدرجة ان كلنا ذاكرتنا مش قادرة تنسى ابدا اليوم اللي كان فيه مصريين موجودين فيه في الميدان، وجزء من اعتراضهم كان حرق علم دولتهم اللي هو رمز من رموز السيادة للدولة المصرية. وهنا كانت هتبقى الحدوتة محتاجة مننا شغل مختلف، محتاجة ان احنا نحاول نقرب اكتر ونعرف هو ايه اللي بيحصل ده، ليه كده. علشان كده الدولة دي دولتكم الجديدة دولة 3/7 انتبهت بشكل كبير جدا وقررت على طول ان احنا مش هنقعد نردد كلام كتير ونقعد نقيم في التجربة ونروح ونيجي، لكن كان قدام عينيها على طول الشباب دول، والشباب دول لازم يتم التعامل معاهم على مستويين لحد ما يبقى عندي منهج يكون قادر على انه يطلع بنموذج التعليم المصري من الكبوة اللي هو فيها. لازم يتم كمان لكل الطبقة الشابة اللي موجودة الآن محاولة تعافي، يعني اي تقصير كان في مراحل التعليم المختلفة